نادي ضباط الحرس الملكي ووصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حيث تقدم للسلام على سموه الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام أدت التحية. وتقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لودي، والفريق أول محمد هرمو قائد الدرك الملكي، واللواء عز الدين خالد رئيس المكتب الثالث بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والفريق عبد العزيز شاطر قائد الحرس الملكي، والعميد جمال الصادقي القائد المنتدب للحامية العسكرية لتطوان شفشاون. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوة المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 25 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. حسن أحمد مدرسة الملكية الجوية، الله يبارك في مصيدي. ولازم تاني مديع عمراني مدرسة الملكية الجوية الخطوط الملكية المغربية، الله يبارك في عمر سيدي. وأكد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداف العرش العلوي المجيد. مجلس السلطة أمين تفاح المعهد الملكي إدارة الترابية، الله يبارك عمر سيدي. إثر ذلك استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الضباط الأوائل على دفعتهم خريجي المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. ملازم ثاني سفارة الباقي مدرسة المحمدية للمهندسين، الله يبارك في عمر سيدي. ملازم أول ملك يزيد المدرسة الوطنية للوقاية المدنية، الله يبارك في عمر سيدي. وبهذه المناسبة ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مأدبة غداء أقامها صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على شرف الشخصية المدعوة لحفل أداء القسم من طرف فوج صاحب السمو الملكي الأميرة للا لطيفة. ولذا مغادرته نادي ضباط الحرس الملكي بتطوان استعرض ولي العهد سمو الأمير مولاي الحسن تشكيلة من فوج المقر العام أدت التحية.